يا مرحبا، حياكم الله. احنا الحقيقه نشكر، اول شيء نشكر القائمين على مهرجان مرال. الحقيقه هالتنظيم الجيد وهالصاله الجميله ويشكرون عليه الحقيقه. الحقيقه احنا السنه هذه عارضين مجموعه يعني متنوعه من التمور، عارضين قسم السكري هذا سواء الضمين او الثلاجه. عندنا السكري الفاخر كله منتجنا من المزرعه، مزرعه ابو انس الجيول في شقره بين شقره والشيقر. وعندنا السكري الدرجه الاولى، وعندنا السكري الجلاكسي، وعندنا السكري الضمين. عندنا نوعيات منه مثل الضميد الفاخر هذا، وعندنا الضميد الدرجه الاولى، عندنا الضميد الدرجه الثانيه، وعندنا الضميد التوفي، وعندنا برضه الخلاص. الحقيقه عندنا نوعيه من الخلاص يعني ماخذها الجروشه والحكربه على ما نسميها احنا. عندنا نوعيه من الخلاص درجه اولى، وعندنا نوعيه فاخر اعلى من هذا. الحقيقه السنه هذه احنا حاولنا احنا ننزل نوعيه من الصقعي مميز حقيقه، اللي هو الصقعي الجلاكسي، يعتبر هذا من افخر انواع الصقعي. وكذلك نزلنا نوعيه لها طلب في القديمين اللي متعودين التمور، اللي هي نوعيه الذاوي وبالحجم هذا. انا اشوف الاقبال حقيقه على يمكن الخلاص والسكري الضمين كثير، الاقبال كثير عليه. نرحب بكم الحقيقه. طبعا كل التمور هذه هي زراعه نظيفه، احنا مزارعنا متميزه بانها تزرع الزراعه النظيفه، ونرحب باي شاب عنده مزرعه نعطيه طريقه التسميد وطريقه الوقايه وطريقه كل هذا طبعا مجاني. طبعا احنا نقدم هذا الشيء خدمه للمجتمع. نرحب باي واحد عنده اي مشكله في النخيل، والرقم موجود، اي مشكله في النخيل، اي يعني عنايه بالنخيل. نقدر نقول مثلا ان التمور هذه تمر يمكن المستهلك ما يدري، لكن هي تمر بثلاث مراحل طول السنه. المرحله الاولى مرحله ما بعد الجدال، تسميد والوقايه والاخر. المرحله الثانيه اللي التلقيح والخف. الخف يعني انك تجي للشمراخ وتخلي فيه 8 الى 12 حبه. المرحله طبعا الثالثه وهي مهمه جدا، اللي هي مرحله الجني والفرس. كيف تفرز؟ كيف انك تطلع انت بمنتج مثلا خلاص؟ لاحظ كله نوع واحد، ما في التمرة مختلفة عن الثانية، ما في التمرة فيها خطوط، ما في التمرة فيها محشفة، كل شكل واحد، تمر صافي كله. هذه تعتبر مرحلة جيدة جدا في الفرز. طبعا هذا يطلع منه بنسبة تقريبا 20% برا ثالث، ما يباع، يباع بطريقة أخرى يعني عجينة أخرى. هذه مهمة طبعا. ثم الأمر الثاني طريقة الضمد، شلون تضمد؟ يعني احنا عندنا مثلا نضمد مصنع ونتركه حتى يجروش، نضمد مصنع بالشكل هذا. عندنا نوعية فاخرة بالشكل هذا. طبعا عندنا أسعار متفاوتة لكل زبون سعر، عندنا ب 400 الكرتون لزبونه ويحجزه، عندنا ب 200، وعندنا ب 150، عندنا كراتين ما جبناها ولا ننزلها ب 650 خاصة جدا. هالتميز هذا ودنا ان كل الشباب اللي يشتغلون في التمور انهم يصلون للتميز هذا، لان احنا سوقنا سوق تميزي الان. حياك الله وشرفتنا.